طب ايه اللي هيخلي البراند ده يكمل؟ الاستمرارية يا مروان، يعني انت شايف ايه اللي هيساعد ان البراند يستمر، ما تبقاش كولكشن او اتنين وخلاص بقى الفكرة ادمت؟ هو سؤال صعب، بس بس هو برضو اجابته سهله. يعني هو سؤال صعب ان هل هنعرف ننفذ ده ولا لا، بس هي عايزه فريش ايديز طول الوقت. وبعدين اوحش حاجه في الهيومر ان بعد شويه النكته بتبوخ خلاص. يعني طيب انت اتريقت على شويه براندات عالميه، النكته هتبقى لذيذه وكل واحد هتنزله هيبقى لذيذ، بس ات سام بوينت هل ده السكه لوحدها؟ خلاص هي تريقه على براندز، طب ماشي ممكن نعمل سبورتس، ممكن نعمل بتاع، بس اي بليف اللي يخلي البراند ده يستمر ان يفضل فيه فريش ايدياز وما افضلش حاصر نفسي في حته واحده. صح وعلى فكره هو مش لازم يبقى فاشن بس، وانا ممكن اعمل مجات، ممكن اعمل بامبر ستيكرز، ممكن اعمل صح تاتوهات، ما اعرفش يعني. بس ايوه لازم دايما الواحد يبقى موسع الفكر بتاعه عشان الموضوع يستمر. صح. طب هند، انت شايفه ان الدنيا بتتغير دلوقتي وان الشباب بقوا مهتمين اكتر بالفكره اللي على التي شيرت اكتر من اللوجو؟ فاكره زمان كل واحد مهتم انا لابس ايه ومش الانواع الماركات، شايفه دلوقتي في تحول والناس ابتدت اكتر تتجه اكتر للفكره عن اللوجو، ولا لسه برضو حاسه ان لا محتاجين برضو شويه دعايه اكتر والناس تتغير اكتر ومفيش المرونه دي قوي؟ انا شايفه ان هو جينيريشنز، يعني الجينيريشن الكبير شويه، الجيل الكبير شويه، لا هو لسه بيهتم في حته اللوجو ولابس ايه وكده، وبعض منهم ممكن يلبس حاجه عليها افيه، بس اللي هو بقى مكتسح دلوقتي اللي هو الجيل الصغير والشباب الصغيرين، لا هم في يعني في سكه القلش بقى والايه اللي مكتوب، والمكتوب على الظهر، ولو هودي مكتوب عليها، فهي يعني أجيال. مروان، انت اشتغلت في مجالات كتير، اشتغلت في مجال الاعلانات وفي التمثيل وفي حاجات كتير قوي، بس انا ملاحظه ان الموهبه التقيله طلعت في الثلاثينات. ايه اللي شجعك ان انت فجاه تعمل كل الحاجات وتظهر موهبتك دي؟ طيب في حاجه ظلم لينا كجيلنا احنا كانتش موجوده على ايامنا، هي السوشيال ميديا. بس صح. هي دي الحاجه. انا طول عمري بلعب درامز، وكان عندي روك باندز، وكان عندي وبلعب ساكسفون، وبالف مزيكا تكنو، انا عملت حاجات كتيره جدا في سن المراهقه. طب هوديها فين بقى؟ ما فيش، محدش كان حاسس بيها. انترنت وكل حاجه، بس بتابلودي في حته وفين بقى لما على ما حد يسمعها الانترنت ابو سلك ده اللي اصلا على ما يشتغل. انا فاكره انت هتقول لي ويقعد يزيق كده وتقعدي تابلودي الاغنيه في 30 سنه وبتاع. ف ات واز فيري ديفيكلت. بعد الثلاثينات ظهر فيسبوك، لما انا بقيت في الثلاثين ظهر فيسبوك وبقينا كلنا متمرسين فيه وظهر سناب شات وكذا وكذا وكذا. فانا ما كنتش عامل حسابي على ده، بس انا عملت فيديو هو اللي راح عامل بيو كده، وبالتالي عرفت اظهر بقى بقيه الحاجات. يعني بعد ما الناس عرفتني ان ده اللي بيهزر وطريقه كلامه بتضحك وبتاع، حصل بقى ان ايه ده بيلعب مزيكا، ايه ده بيمثل، ايه ده فسوشيال ميديا. صح. فهي دي ده الفيصل يعني.